هلو، أنا فاتنة دويري وإنتو عم تسمعوا لحلقة جديدة من بودكاست حب النفس الغير مشروط الموسم الثالث. وبهذا الموسم أنا بحكي فيه مشاكلكم وقصصكم فقط لا غير. أول مشكلة معنا اليوم اللي هي السلام فاتنة، كيفك؟ بدي أحكي لك قصة وياريت تفيديني بكل شي عندك. أنا شخص كنت بعلاقة حب دامت فترة طويلة لمدة 5 سنين تقريباً، وأنا كنت كتير بحب الصبية اللي معي لدرجة أنه كتير كنت أوثق فيها وأحبها. فات شخص ثالث على حياتها وأنا ما كنت أعرفه، بس بعد اكتشفت أنه صديقي هون البنت طلبت مني أنها تنهي العلاقة معي، وأنا انهيت كل شيء بعد فترة طويلة من الجرح والانطفاء. هاي البنت رجعت عندي وبتحكي لي أعطيني فرصة ثانية وبوعدك أصلح كل شيء، ووعدتني إنها تنهي علاقتها بهداك الشاب وطلعته من حياتها. بس هون أنا مش متريح، حاسس حالي مطفي عاطفيا قدام هاي البنت بعد كل إشي عشته معها سلبي واللي أذاني كتير، وهي دايما تطلب مني أرجع زي ما كنت قبل. بدي حبك إلي قبل، بدي اهتمامك إلي قبل، بدي وعيك إلي قبل، بدي شخصيتك هاي. وأنا عن جد مو قادر أرجع للبني آدم اللي قبل، صرت أحس في تقل بمشاعر الحب اللي بدي أعطيها إياها. وهي تحكي لي أعطيني فرصة أخيرة، بس أنا من داخل مطفي تجاه هاي البنت. صح الحب عماني وخلاني أرجع هيك علاقة، بس أنا اليوم بمحل اللي مش قادر أعطي هاي البنت الكمية اللي أعطيتها إياها قبل، كمية الحب والاهتمام. وكمان بتحكي له إن هي مش رح تتحمل شخصيتي وهي هيك رح تبعد عني إذا ضليت هيك، وكمان بتضغطني إني أرجع الشخص اللي حبها أول مرة بكمية الحب هديك. وأنا بيني وبين حالي جدا مستصعب، أو ما في إشي عم يطلع مني تجاه هاي البنت. صح في حب، بس مش عم أبادر بشي، عم أهتم قليل كتير وهي بتطلب اهتمامي الكبير. بس أنا انكسرت من بعد كل شي عشته من هديك اللحظة. شو رأيك بالقصة؟ بتمنى تشاركيني رأيك وتساعديني. شكرا كتير. تمام، أنا ما رح أحكي عن الشخص إنه أعطاء فرصة تانية لهيك موقف من الأول مو قرار موفق أبداً، لأنه في خيانة بالموضوع. بعدين راحت لأقرب شخص عندك وما رعت مشاعرك من البداية، هذا على جنب. بس أنا بدي أحكي عن شي تاني هون وأكيد إله علاقة بالقصة اللي بدي أحكيه. إحنا بنمر بتجارب أو شغلات بتصير معنا وبتكسر قلبنا حتى، أو بنكون فيها بأضعف لحظاتنا، وهذا الشي بصير حتى تعرف أو تعرفي قديه بهي اللحظات إحنا بنعطي قيمة لنفسنا، وقديه إحنا بنعتمد بقيمتنا على كلمة أو شخص من برا اللي من خلالهم بنحس قديه إحنا بنستحق هذا الحب. أنت رجعت مو لأنه في حب، بس لأنك أنت ما شفت حياتك من بعدها واستنبطت هذا الشيء من خلال كلمة جرح وانطفاء. وبرجع بحكي، يا إحنا اللي بنختار هذا الجرح طريق للوعي والمعرفة، أو بنختار نعيده ونكرره كمان مرة. بلخص كلامي عن البنت إنه هي متعلقة وهي بحاجة لأتنشن مو أكتر. إعطاء الفرصة بيكون من تغييرها هي بنفسها، مو بتغييرك أنت، إنها هي جاية راجعة إنها تغيرك أنت عشان ترجع زي ما كنت أنت معها. وهذا بحد ذاته مستحيل ترجع مثل ما أنت مع نفس الأشخاص، لأنه البيئة اللي أنت تسممت منها مستحيل تكون هي نفسها اللي تشافيك. فأول مرة صارت عشان تشوف هل أنت عارف قيمتك فعلا، والمرة الثانية صارت هي انعكاس لقيمتك اللي عشتها من خلال التجربة. فنعرف شو هو الشيء اللي إحنا فعلا بنستحقه. وهذا خلاني أفكر إنه كتير منكم ما عنده ديل بريكرز اللي هو إنهاء تام للعلاقة، يعني يكون شخص حاط بباله شغلات إذا الشخص التاني أو الطرف التاني عملها معناها انتهت العلاقة بالنسبة له. هاي هي الديل بريكرز. أنا ما بشوفها بقصصكم بكلامكم معي، أنا ما بشوف إنه كل حدا عنده ديل بريكرز، لا. بعطي فرصة فرصتين وثلاثة لشخص بالمكان الغير مناسب لإله. فديل بريكرز بيكون هو إنهاء تام للعلاقة لما يجي الموضوع على شيء بمس قيمتنا مبادئنا. بس اللي بصير إنه إحنا ندخل بدائرة what if اللي هو طيب لو إنه كذا، لو إنه صار كذا، لو هو فعلا كذا. بمعنى إنه أنا ما بشوف الديل بريكرز بكلامكم معي، بقصصكم، بالمشاكل اللي انتوا بتحكوا لي إياها.
إنه لما يجي الموضوع الأذية العاطفية والأذية الجسدية، سواء خيانة، شخص بيكذب، شخص بضرب، شخص مؤد كلمته، شخص بضل يعمل شغلات ما بيعتذر عنها وبيعيدها أكثر من مرة، أو شخص بيقلل منك من خلال كلماته، أنتوا ما بتقطعوا. أنتوا ما بتقطعوا لما أشخاص يعملوا شغلات بتمس فيكم، بقيمتكم، بمبادئكم. أنتوا ما بتقطعوا، بتضلوا على هاي الشغلات. أنتوا ما بتقطعوا من أول مرة أو حتى تاني مرة، بتضل تعطي فرص لتستنزف، لدرجة هذا الاستنزاف بخلي في فجوة جواتك. والفرص هاي بتكون من خلال كلامنا مع حالنا، بصير مثل إنه أعطيه فرصة لأني ما بدي أظلمه، خليني لآخر نفس أشوف إيش هيصير، أو أنا بحبه بدي أعمل اللي علي بالآخر، خليني معه لآخر نفس، طيب يمكن ينصلح أمره، طيب ممكن رح يتغير. هاي الحجج وهاي الجمل اللي مبنية على ألم ما هتعرف تأخذ موقف لنفسك، ما هتعرف توقف عشان حالك وتختار حالك وتترك هاي العلاقة، وما هتعرف تأخذ قرار إذا أنت المفروض تضل أو تروح منها. وهكذا بنضل بـ what if cycle. بيكون في مواقف تانية بتكون مثلا إنه بيكون في بينكم شيء مشترك صعب ينفك، مثل شغل، دراسة، فبتقعد تفكر طيب إذا هذا الشخص أنهيت معه أنا لسه هضل مضطر إني أتعامل معه، فبتسكت رغم الأذية، فبتشوفها صعب عليك إنك تترك هذا الشخص، وبتشوف إنه الكلام سهل، كيف يعني هيك أنا أعمل هذا الشيء؟ بديكم تكونوا أكثر بروفيشنال الموضوع، إذا كان في شيء مشترك إنه شغل أو دراسة، تعرفوا تحطوا حدود بعلاقاتكم مع الأشخاص اللي بيؤذوكم. هذا أولا، لأنه مش حجة إنه أنا في شيء مشترك بيني وبين هذا الشخص أخليه يضل يأذيني، هون الحدود لازم تشتغل أكثر. هلا ممكن في منكم بيحكي شو بتحكي أنت، أكيد الشخص كذب علي، خاني، كذا 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 كذا، هقطع معه على السريع، مش هعطيه فرصة ولا يمكن. أنا بحكي لكم إنه الموضوع فكره سهل بس صعب لما تكون أنت بنص الموقف، بنص الحدث، بتكون مو عارف تضل أو تروح. هلا في سؤال ببالكم، طب ما أعطيه فرصة تانية، إيش يعني يمكن ينصلح وضعه، يمكن هذا الشخص بيكون بده يعني. بس الموضوع اللي أنا بحكي فيه مو بفكرة تعطي فرصة أو لا، فكرة إنه هذا الشيء بخصك، والمفروض تحط قواعد، تكون عارف متى تعطي فرصة ومتى تنهي التعامل مع الطرف الثاني، وما تكمل بشيء أنت عم تتنازل فيه عن مبادئك وقيمتك. وأكتركم ما بيعرف متى ينهي فعلا، وما يرجع يطلع لورا. والشخص اللي ما بيعرف شيء الشغلات اللي ما بتنعمل مرتين، الناس سهل تدخل إليه وتضل تستنزفه. هذا شيء مرتبط بالقيمة والمبدأ. فصديقي انت بقصتك هون ما عندك ديل بريكر، ما عندك شيء توقف مشانه بعلاقتك مع الطرف الثاني، شخص بيخون او شخص استغنى عنك بكل سهولة ويسر وراح لحدا تاني، ما فكرت لحظة بشو هو بيخلاك تمر او تمرق ورحت اعطيتها فرصة تانية على السريع. انا ما بحكي انه هاي البنت سيئة، بس احنا بشر، ممكن نتخذ قرارات غلط، قرارات غلط بسبب الضياع. فلما أحكيكم توقفوا عشان نفسكم، أنا بعني بكلامي إنه تعرفوا قيمتكم أكتر من هيك، فما تضيعوا مع الضيعين. أوكي، المشكلة اللي بعديها، أنا طالبة جامعية، أول ما دخلت الجامعة كنت بقدر أحكي إني ساذجة. أوقف هون بس شوي، ننتبه أكتر على الكلام اللي بنحكيه بيننا وبين حالنا. ساذج، غبي، أهبل، كلام اللي بنحكيه نفكر إنه عادي ما هيصير شيء، بس مع الوقت بصير شيء، بصير واقع. دائما نراقب كلماتنا لما نحكي مع حالنا أكتر، تمام؟ نكمل. وفعليا ما أعرف شي بالحياة، مرة التقيت بشخص اكتشفت أنه ملحد لعدم خبرتي، فضلت أناقشه وما أتركه، وآخر شي حبني لكن ما أسلم. أنا قلت بغتنم الفرصة، بوافق أحبه مشان يصير مسلم وصلحه. مشت الأيام وصار يحبني أكتر وأكتر، وأنا مو شايفته شي لأنه فعليا تغيرت عقليتي وفهمت أني بس لازم أرتبط، لازم أحبه مثل ما هو، مو أمشي على مبدأ I love him I will fix him. تقريبا خايفة أواجهه بكل شيء بقلبي. حتى لو أنت مو ماشية على مبدأ I love him I fix him، بس في نقطتين مهمين أنا بدي أحكيهم بهاي المشكلة. راح أحكي بالأول عن موضوع I can fix him
وليه هيك بصير؟ اللي هو بدي أنقذ هذا الشخص أو بدي أصلح هذا الشخص. مبدئياً مثل كأنك بتحكي لنفسك إنه هذا الشخص بخطر ولازم تنقذيه، وهذا جاي من إحساس بعدم الرضا، أو بتكوني سيرفايفر من شيء صار معك بالماضي. فشخص بيكون عكس معتقداتي من جوا بصير بدي أصلحه، فبنفكر إنه هذا كله بيكون في سبيل الحب، بس للأسف بيكون بشكل لاواعي هو تحدي بنحط حالنا فيه، وإذا زبط فبنحس إنه حياتنا إلها معنى، وهذا الشيء من الماضي بيكون الشخص عم بيلعب دور سوبرمان أو سوبر هيرو. فننتبه على هذا الموضوع أكتر، نعرف إيش صار معنا قبل. النقطة الثانية وهي الأهم من هذا كلياته، اللي هو التوافق بين الأشخاص. كل حدا فينا المفروض يعرف شو المستوى تاعه، يعني مين إله ومين اللي مو إله، لأنه أنت مو لكل حدا ولا كل حدا لإلك. ارجع اسمها كمان مرة. ولما نيجي نتعرف على حدا بدنا نعرف هل هذا الشخص بتوافق معنا، يعني في توافق فكري، في توافق اجتماعي، توافق مادي، توافق بشغلات كتير. من ضمن هاي التوافقات كلياتها التوافق الديني، هل بيتوافق معنا بالدين ولا كل حدا بيجيها؟ يعني التوافق هو الشيء أو الأساس اللي بنبني حياتنا عليه، يعني معتقداتي، إيماني عن الدين هي بتبني حياتي، وهي اللي بتبني حياتي المستقبلية، كيف هكون وكيف شكل العائلة المستقبلية هيكون. وهذا الشيء اختيار، ما بقدر أحكي لكم طبعا شو تعملوا وشو ما تعملوا، بس بنبه مو أكتر. فيعني ما بقدر أكون أنا مع شخص بآمن إنه كل الحياة إجت بالصدفة وما في قوة عليا عليهم، هذا متضرب مع معتقداتي، وهيكون الموضوع أبعد من هيك. أطفالي عشو هربيهم؟ شو الأساس هيكون بحياتهم؟ هيكونوا بين نارين، أنا بآمن شيء والشخص اللي معي بآمن ما بيآمن بشيء يمكن. فالتوافق مهم، وبحكي كتير عن قدي أنت عم بتحط أساس لحياتك وبتمشي عليه. ولما تتنازل عن هذا الأساس فبيجي موضوع هلأ إنك تتنازل عن مبدأ. فنتخيل تبني علاقة أساس متهالك رح تنهدم بالآخر. وشي تاني، من خلال التعليقات كتير بشوف إنه علاقاتنا تقارن بعلاقات المشاهير، يعني هاي هذا الشخص تزوج كذا وهي تزوجت كذا وما أحلاهم سعيدين. أكيد رح تشوفوهم سعيدين لأنه ما في حدا بصور مأساته، وما بنقدر نقارن حياتنا بعلاقاتهم لأنهم بعالم آخر، مستوى تاني، مصدر بالفلوس طبعا أو الماديات، قصدي بالليفل. أوكي، وبرضه مش قصدي بالليفل إنهم أحسن منا، بس قصدي إنهم بالأول وبالآخر حياتهم شوي مختلفة عن حياتنا. فمو ضروري شخص زبطت معه ضروري إحنا كمان تزبط معنا. فالواضح عزيزتي إنك أنت بتختاري الأشخاص لأسباب غلط، وفي شغل لازم يصير جوا حتى تعرف كيف تختاري صح. أحيانا بنختار الأشخاص من خلال الألم اللي عشناه، من خلال الجروح، وإذا ما انتبهنا لهذا الألم والجروح بصفي الموضوع إنه بنختار بشكل لاواعي، بنقعد نعيد الماضي. فالتوافق بالعلاقة كتير مهم. المشكلة الثالثة، صبية بتقول بدي أشاركك مشكلتي، أنا كنت بعلاقة مع شخص قبل أكتر من 10 سنين، قعدنا فترة سنة مع بعض وتركنا، من فترة رجعنا نحكي وفجأة بعت لي أنا وإنتي ما بننفعش. الإشي كتير أثر علي من ناحية نفسية، مش عارفة أتخطى الموضوع على الرغم من إنه رح يقارب الموضوع سنة. مش عم بقدر أتقبل فكرة إني أرتبط بشخص تاني، ولا عم بعطي مجال لأي شخص يتقرب مني. مش قادرة أكسر الحواجز اللي صارت بقلبي، خاصة لأني مرقت بظروف كتير وبحس إني صعب أثق ببني آدم جديد. شو المفروض أعمل عشان أتجاوز هالشي؟ ويسلموا كتير لإلك. طبعا قصة موضوع إنه أتجاوز هذا الشي بدك وقت، وبهذا الوقت بدك تشتغلي على حالك كتير. أنا هون فمواضيع الموضوع اللي بحكي فيها الهاي لا تغني عن الجلسات، الجلسات مهمة، بتكون خاصة، بتكون فردية، بيكون فيها الشغل بشكل خاص أكتر ما أنا بحكي فيها هون على البودكاست هاد، إنه بيكون لعدد أكبر. فأنا فقط بحكي رأيي، ما بعمل كوتشنج من خلال البودكاست. فرأيي بالموضوع، يعني أنا ما بعرف أنتوا لسه بتعطوا أمل بعلاقة لها منتهية 10 سنين،
يعني أعطيكم إياها من الآخر. إذا البريك أب مر عليه أكتر من سنة، بيكون الشاب ما بده البنت، مو فارقة معه إذا هو تركها أو هي تركته طبعا، فما بالكم بعد 10 سنين. بلس الشاب إذا ترك البنت وخلاها تروح عادي، بيكون ما بده إياها. فندخل بالموضوع على طول. هلأ المضمون صوته مثل كأنك مو متقبل الرفض، مو متقبل فكرة إنه شخص حكالك كلمة إنه أنتي ما بتنفعي لإله. فأنتي بتحكي بينك وبين حالك، يعني معقول قصده إنه أنا ما بنفع، إنه أنا مو كفاية، معقول في شي غلط فيه، معقول لا أحد أحسن مني. هذا السيناريو يمكن أنتي عم بتشغليه بعقلك من خلال هاي الكلمة، إنه أنا وأنتي ما بننفع. فهاي الكلمة لسه أثرها قوي عليكي لأنك متذكرتيها بالحرف. فالشخص مو هو اللي رفضك، أنت رفض نفسك قبل ما هو يرفضك. حكيتها كتير وهحكيها كمان مرة، العلاقات انعكاس للي بيصير جواتنا. شخص أو شخصة رفضني، هذا مو رفض، إحنا بنكون مو متقبلين نفسنا ورفضينها. لما بنضل نستمد قوتنا وقيمتنا من برا، احنا هون بنكون بعاد عن نفسنا، ما في اي تواصل بيننا وبينها. فاكيد رح نصير نحكي انه هذا الشخص رفضني، بس اللي بيكون واعي على حاله وبيحكي هذا رفض هو توجيه لإلي لأعرف شو الرسالة من هاي العلاقة اللي انتهت. واكيد مو كل الناس رح يضلوا معنا الأبد. فهمنا لهاي الجملة هتريح كتير حتى نبلش عملية التغيير بشكل صحيح. أبلش أعرف أوثق بنفسي أكتر، أبلش أشوف المعتقدات اللي مآمنة فيها عن نفسي بشكل واضح، وكيف العلاقة هاي مخليتني أفكر عن نفسي. هل بشوف نفسي من بعدها أنا ولا إشي بدون قيمة، ولا كيف الوضع؟ أكيد كلنا بنستحي الشي المنيح، وكل شي بصير معنا هو الأفضل والأحسن لإلنا. بس شو وضع السلف توك؟ شو وضع البيليفز؟ هذا كله بيفرق لو اشتغلنا عليه. وآخر مشكلة معنا اليوم، مشكلتي عايشة بعالم خيالي وهذا شيء متعبني. مثلا جذبت للاعب مشهور وتخيل سيناريوهات متعلقة فيه، يعني أؤمن أنه يوم الأيام ألتقي فيه وأعيش حالة حبية. شلون أتخلص من هاي الحالة؟ أوكي، هاي باختصار أنت بتهربي من واقعك لخيالك. الواقع بيكون انه بدك حدا ينقذك من اللي انت بتعيشيه، ألم، صدمة، او شغلات انت مو قادرة تحققيها بنفسك. احتياجاتك كشخص ما عم تلبى بالواقع، او ما تلبت وانت صغيرة فاصبحت تدوري عليها بمكان تاني. الاحتياجات هاي ممكن تكون حب، امان، اهتمام، الخ، وعم بدوري عليها من خلال الوهم والسيناريو اللي بتخترعيه بعقلك. قبل فترة قرأت بوست كان في حدا منزله يحكي دول الأشخاص اللي بيهربوا من واقعهم لخيالهم، اسمهم rescue me person، بيكونوا عم بيدوروا على حدا ينقذهم. فالوهم اللي هم فيه بيخليهم يعيشوا بعالم آخر غير واقعهم. فالوهم هاد بيخلينا نبعد عن حالنا ونركز أكتر على اللي بخيالنا. فالتركيز المفروض يكون على نفسك، على الواقع والشي اللي انت بدك اياه، هذا تكون شخص صحي. اذا الاحتياجات هاي ما اخذناها من العائلة او ما اخذناهاش من المحيط اللي احنا فيه، نبلش نعطيها لنفسنا باختيارنا لنفسنا. كانت معكم هاي اخر مشكلة لليوم. فابعتوا لي قصصكم او مشكلتكم لحتى احكي رأيي فيها على إيميل الإنستغرام، موجود بالإنستغرام. دير بالكم على حالكم وباي باي.